خلال احتفال في أوكرانيا بيوم المدافعين، أحيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذه الذكرى متعاهدا بالنصر على روسيا وتحرير بلاده، وفي خطاب مصور ألقاه في منطقة خارج العاصمة كييف، أشاد زيلينسكي بالقوات المسلحة لدفاعها عن التراب الأوكراني. وأفاد الرئيس الأوكراني بأن كل شبر من المناطق التي ضمتها روسيا خلال الأزمة سترجع إلى أهاليها، ولن يترك أي جندي أسير بين الأيادي الروسية. وأضاف زيلينسكي أنه سيرد بالمثل على كل الجنود الذين اقتحموا الأراضي الأوكرانية، حيث سيكون انتصاراً لكافة الشعب وأيضاً لجل القوات المسلحة. آلاف القتلى وملايين المتشردين، مدن مدمرة وضرر بالاقتصاد العالمي، هذه هي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية غير المتوقعة التي غيرت مجرى الحياة ودخلت منعرجا طريقه مجهول وغامض. القوات الأوكرانية أحرزت تقدما ملموسا في الأسابيع القليلة الماضية، لكن روسيا ردت بالمقابل ونفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت من خلالها منشآت للطاقة ومجمعات سكنية هذا الأسبوع.